واش خواص واش راه الوقت شحال راه الوقت شحال عندي صح دوكا من قضيه شار نذكر جماعه الخير احنا دوكا باش نتفاهموا مليح راح ان شاء الله الى وفق ربي نولوا مدام العباد رانا ما نتفاهموا معاهم ما مش يقولوا لنا راح نولوا نربطوا الاتصال مع الجنون وزير تاع نقولوا مثلا وزير تاع قطاع في الجنون مدير تاع القطاع في الجنون مير في الجنون شاف دائره في الجنون هذه هي انتم يا ابن عمي هبلتونا دوكا نربطوا الاتصال مع الجنون يفهمونا خاطر انتم ما حبيتوش تفهمونا هذه هي قال يوم رانا قلنا السياحه خواص السياحه صح السياحه يا جماعه الخير على بالكم باللي المسؤول تاع القطاع تاع السياحه عبد القادر بن مسعود اللي نحيوه عبد القادر بن مسعود والله يا جماعه الخير وربي راه يشهد عبد القادر بن مسعود قاين نشتيه ولكن نشتيه كعبد القادر بن مسعود بصح وزير السياحه والو راك في طالع حابط خطره تطلع خطره تحبط نسمعوا الريبو نسمعوا الحكايه تاع عبد القادر بن مسعود يلا مسعود الصوت مكتب من لبنان احبس 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 عبد القادر بن مسعود تلاقى مع واحد المراه لبنانيه تلاقى معها قالت له قال لها انت وين هي قالت له وين هي قالت له انا رئيسه مكتب تاع السياحه ولبنان نسمعوا واش قال لها واش قالت له مكتب سياحه سفر بلبنان متشرفين بك وانا كمان من قبل وزاره السياحه من لبنان مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بينا نجيب لنا سواح من لبنان لا بس 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 قالت له انا رئيسه مكتب تاع السياحه واش قال لها قال لها ماذا بك تجيبوا لنا السياحه تاعكم تاع لبنان للجزائر واش قالت له كنت تاخذوا انت سواح من الجزائر على صح بس قالت له يا معالي الوزير انت ثاني بعثوا لنا السياح تاعكم الجزائر واش قالها الوزير قال لها يروحوا يروحوا انت وانا خايمه تكسري راسك يروحوا بلا ما نقولوا لهم ممكن اخذ صوره معك بس 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 معالي الوزير ممكن اخذ صوره معك قالت له ممكن اخذ صوره معك معالي الوزير واش قال لها قال لها تاخذي صوره معايا قال لها لا تجيبي لي 10000 سايح تتصوري معايا يلا لا ممكن لا ياخذ صوره معك خساره معي توعديني منك تجيبي الاف سياح حاضر 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 ياك سؤال لانه لبنان بلد الارز بس 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 الوزير كي قالت له ناخذ صوره معك قال لها جيبي لنا الاف سياح دور على لبنان تاع الارز الارز مش الروز تاع همهم الارز تاع الصدره هذيك اللي دايره هكذا الصدره اللي في تاع الاعلام تاع لبنان نسمعوا الوزير واش قال لها اكيد شحال من هكتار شعار جمهوريه شحال عندكم من روز شحال كم هكتار في كم هكتار شحال عندكم من هكتار لبنان صغير 10,402 يا عسره ولايه واحده فيها 10,000 هكتار من الارز اكيد انتم اكبر بكثير انتم الجمال اللي عندكم انتم الجمال موجود عندكم انتم الجمال اللي عندكم قال لها كيف قلت لي يا سيد علي شحال الوقت لا لا عاودوا لي ولا غنعاود لي الفيديو ما يهدرش النووي باش الناس تفهم ما يروح مسيو لي صوت مكتب لبنان شرفني انه كنا موجودين عندكم بالجزائر مكتب سياحه سفر بلبنان متشرفين بك متشرفين بك كمان من قبل وزاره السياحه من لبنان مرحبا بك مرحبا بينا نجيبوا لنا سواح من لبنان اكيد كمان بدكم تاخذوا انتم سواح من الجزائر على لبنان يروح ممكن ياخذ صوره معك ممكن اخذ صوره معك ممكن اخذ صوره معك صوره معي توعديني منك تجيبي الاف سياح حاضر 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 انا اخذ صوره معك حاضر حاضر سؤال لانه لبنان بلد الارز بلد الارز زين شحال عندكم شحال اللبنانيه شحال عندكم الرز شحال عندكم شحال الارز بلبنان لبنان صغير 10,400 يا حسره انا كنت في ولايه واحده فيها 10000 فيها 10000 فطار تاع ارز اكيد انتم اكبر بكثير والجمال تاعكم الجمال تاعكم صح هذه ما تهمش هذه معليش الوزير وتلاقى مع اللبنانيه تاع مكتب وقالت له قال لها جيب لنا السياح وجيبوا لنا ونورمال علاقات علاقات دوليه نورمال الوزير عبد القادر بن مسعود راح البوسعاده قلنا الوزير كي راح البوسعاده دشن لاميناجمون تاع كرداده خاطر بوسعاده تاع هي الخوتنا البوسعاده كاين فيها فندق كرداده وفندق القايد الدوله وجماعه السياحه خصوا له مبلغ كبير باش يريقلوه لاميناجمون خدموا كرداده في بوسعاده وراح عبد القادر بن مسعود رد الناس سعادة وخدموا كردادة وفي بوسعادة راح عبد القادر مسعود رد الناس سعادة خدموا كردادة وفي بوسعادة راح عبد القادر مسعود رد الناس سعادة ايه وخدموا كردادة وفي بوسعادة راح عبد القادر
بس عطرة السعادة البسعاتها. كاين واحد المواطن يامن يامن باللي كاين السياحة في الجزائر، واش دار؟ عنده الأرض، شرى الخيل وشرى الكاليش. الكاليش هذا رويال والله ما يسعى في دول منه ومنه، غيجابوه مسكين باه يخدم، باه يخدم السياحة في بلاده في بوسعادة. وجاب العواد وجاب واحد العود، عود هذا من روسيا يسموه كاشو، جابوا من روسيا. نيتو مسكين هذا المواطن حب ينفيستي في السياحة. والوزير تاع قطاع السياحة يا عباد الله يا عبد القادر بن مسعود يا سيد الوزير يا معالي الوزير، السياحة مش في أوتيلات برك، السياحة ثقافة. هذا الإنسان نورمالمون تفرش له الطابيروش يا معالي الوزير. ما نكثرش عليكم، هذا إيه استنى استنى، هذا المواطن نهار التدشين تاع كردادة جاب العواد تاعو جاب الكاليش. من هذاك النهار العود والكاليش، العود يضرب في الشعير والكاليش داخل الكراج. من توبر اليوم رانا جامبر، رانا في جام في قريب يا خلاص، العود ما خرج والكاليش اقعد الداخل. ويلا تروحوا تشوفوا الكاليش والعود. هاولي اقلع النوي، اقلع النوي، اقلع النوي، ها هاولي كشف، اقلع الكاليش، اقلع النوي، هاولي الكاليش يا عباد الله. شوف والله غير ويال مخلصوا واقل بخمسمائة مليون. وشوف ذاك العود ما كانش قاع، اضخم حصان في شمال افريقيا. صور جبناها لكم حصريه من بوسعاده في قناتنا. شوف هذا حبي يستثمر مسكين، والعود مسكين كره العود، حتى ولا قال لهم ردوني لبلادي. العود كره، تكره منكم العود، شاه السيد من روس ما نعرف شحال كره، راح حبي يولي لبلاده. جايبين على جل السياحه ما كان والو، لقاها خرطي في خرطي. يا عبد القادر بن مسعود هاملك الناس تستثمر بالسياحه، والو والو غاي هضره برك، غاي هضره غاي هضره. ياه وفندق كردادة يو في بوسعادة، عبد القادر بن مسعود وجاب السعادة. فندق كردادة يو في بوسعادة، عبد القادر بن مسعود سعادة، عبد القابل مسعود. دركا كاين الناس بزاف يتسائلوا خواش على الوقت، كاين الناس يتسائلوا واش يقولوا. يقول لك دركا هذا الانسان استثمر الملاير، وهذا الشيء وقفنا عليه احنا وروحنا درنا هذا الريبورتاج. هذا المواطن القيور على بلاده، انا ننصحه يبيع هذوك الاعواد وروح يخبط له زوج قطارات ولا ثلاثه تاع زروديه وتاع بطاطا في المعذر، والعود هذاك يبيعو والله يردو لروسيا. والكاليش الحديد تاعو يبيعو للخرده المول الحديد، والحطب هذاك يطيب به كسره. هذا مكان مكان لا سياحه لا توريست لا والو، ماشي هكذا يا عباد الله. السياحه ثقافه، ثقافة. هذا الإنسان مواطن يحب بلاده، حب يستثمر، شرى الكاليشات وشرى الأعواد. جاتوا فكرة باللي الكاليش والعود يدور في بوسعادة، والناس اللي توريست راكبين ويحوسوا. هذه فيريرو، هذه كردادة، هذه العليك، هذه منا، هذا المعذر، والناس تحوس. ليزوتال يخدموا، الطاكسيور يخدم، الرستورون تخدم، اللي بيع القطران يخدم، اللي بيع الموز بوسعادي يخدم. هذه هي الثقافة. بهذا الكاليش وهذا العود هذا الإنسان استثمر دراهمه باش ينشط السياحة. ولكن هيهات هيهات، ولو لا حياة لمن تنادي ولا تنادي لمن حياة. هيهات 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 هيهات. التوريست
والوزير تاع السياحة والجماعة راكم هابطين. زيد واحدة يا أخي باطل، زيد واحدة يا أخي باطل.